بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. اليوم إن شاء الله عندنا فيديو جديد خاص بتلاميذ الرابع ابتدائي حول الرياضيات وهي المضاعفات والقواسم. نبدأ بالمضاعفات. عندنا المضاعفات والمضاعفات المشتركة. ما معنى المضاعفات؟ المضاعفات هي عبارة عن جدول الضرب. مثلا هنا عطونا اكتب مضاعفات العدد 4. غادي نمشيو لجدول الضرب ديال العدد 4. شنو هي المضاعفات؟ وهي هذه، وهو الخارج، هو المضاعفات. هذه هي المضاعفات. اذا منين قلنا المضاعفات العدد 4 وهي 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40. نحطها هنايا مضاعفات العدد 4 وهي 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40. هذه هي مضاعفات العدد 4. هنا قلنا اكتب مضاعفات العدد 6. مضاعفات العدد 6 وهي هذه، كما قلنا دائما الخارج، هذا هو المضاعفات. مضاعفات العدد 6 وهو 0 6 12 18 24 30 ستة وثلاثون اثنان وأربعون ثمانية وأربعون أربعة وخمسون ستون. هذه هي المضاعفات ديال العدد ستة. صفر ستة اثناشر ثمانية عشر أربعة وعشرون ثلاثون ستة وثلاثون اثنان وأربعون ثمانية وأربعون أربعة وخمسون ستون. هنا قلنا أكتب المضاعفات المشتركة للعددين 4 و6. المضاعفات المشتركة، إذا غنبداو من هذا ونشوفوا المضاعفات اللي كاينة هنا ديال 4 وديال 6 راهي مشتركة. عندنا صفر، هنا صفر، هذا مضاعف مشترك. عندنا 12، هنا 12. عندنا 24، 24. عندنا 36، 36. هادو هما المضاعفات المشتركة. إذن عندنا 0، 12، 24، 36. هنا مضاعفات المشتركة ما بين العدد 4 و 6 وهو 0 12 24 36. معنى مشتركين في هاد المضاعفات. 0 كاين في جدول الضرب ديال المضاعفات ديال 4 ديال 6. 12 كاينه في جدول الضرب ديال 4 و 6. 24 في 4 و 6. 36 في ديال 4 وديال 6. هادو هما المضاعفات المشتركه 0 12 24 36. قالوا لنا اكتبوا اكبر مضاعف مشترك للعددين 4 و 6. اكبر مضاعف مشترك كيف ما شفنا درنا، هذا هو اصغر مضاعف 12 24، وأكبر مضاعف هو 36. 36 هو المضاعف المشترك الأكبر بيناتهم. إذن أكبر مضاعف مشترك للعددين 4 و 6 وهو 36. إذن هنا تعرفنا على المضاعفات. دابا نتعرفوا على القواسم والقواسم المشتركة. القواسم والقواسم المشتركة،
قالوا لنا هنا اكتب قواسم العدد 32. ملي قلنا القواسم اذا غنديروا جدول الضرب اللي يكون هذا هو الخارج. غنديروا 32 في 1 32، 16 في 2 32، 8 في 4 32. اذا شنو هما القواسم؟ القواسم وهما هادو 1 2 16 4 8، هادو هما القواسم. قلنا اكتب قواسم العدد 32. القواسم هو 1 2 16 4 8. اما هادو المضاعفات، وحنا كما قلنا سابقا بان المضاعفات هادو دابا القواسم، هادو هما القواسم، الحاجه اللي مضروبه هي القواسم. 1 2 16 4 8. قلنا اكتب قواسم العدد 36. نديرو اي حاجه مضروبه في شي حاجه يساوي 36، هادو هما القواسم. 36 في 1 36، 18 في 2 36، 3 في 12 36، 4 في 9 36، 6 في 6 36. اذا شنو هما القواسم المشتركه؟ وهما هادو 1 2 18 12 3 9 4 6. هذا مضاعف، 6 مضاعفة. اذا القواسم العدد 36 وهو 1 2 18 12 3 9 4 و 6. هذه هي قواسم العدد 36. 1 2 18 12 3 9 4 6. هنا قالوا لنا اكتب القاسم المشترك للعددين 32 و 36. القاسم المشترك، اذا خصنا نشوفوا القواسم ديال 32 و 36 وشوفوا شنو القاسم اللي كاين هنا وكاين هنا. اذا قاسم مشترك بيناتهم. عندنا اول حاجه 1، ها هو 1 1 1 كاين مشترك. 2 2 قاسم مشترك بيناتهم. عندنا هذا هو اللي كاين 1 و 2، عندنا 1 واثنان هو القاسم المشترك. 4 قاسم مشترك حتى هو. اذا عندنا القاسم المشترك وهو 1 واثنان و 4. 1 ها هما، عندنا قاسم مشترك 1 اثنان و 4، وهنا 4. هذا هو القاسم المشترك بين العدد 32 و 36. عندنا 1 وهنا 1، 2 2 4 4، يعني 1 2 و 4. هذا قاسم مشترك كاين في هذه القواسم ديال 36، وكاين اللي كاينين هنا ومضوبلين هنا، هما معنى القاسم المشترك. تلقاوهم داك العدد القاسم هنا تلقاوه في هذا، لقينا في 32 لقاو في 36، هو هذا هو المشترك، مشترك بين 32 و 36. قال لنا اكتب القاسم المشترك الاكبر للعددين 32 و 36. اذا نلقاوهم هنايا كيف ما قلنا بان القاسم المشترك للعددين 32 و 36 هو القاسم المشترك، هذا الاصغر وهذا. إذا القاسم المشترك وهو 4، 4 هو القاسم المشترك. باش غادي نعرفوه غادي نديرو القواسم هنايا وغادي نعرفو القواسم المشتركة ديال 32، وهي 1 2
16 4 و8. القاسم المشترك ديال 36 هو 1 2 18 12 3 9 4 و6. ننقلبوا على القاسم المشترك، عندنا 1 1، 2 2، 4 4. إذن أكبر قاسم مشترك وهو 4. 4 أكبر قاسم مشترك ما بين هاد القواسم هادو. القاسم المشترك 1 صغير، والقاسم المشترك 2 صغير، لقينا 4 هو الأكبر فيه. تنتمنى هاد الفيديو ديال القواسم والمضاعفات تستافدوا منه، وما تنساوش دعمونا بلي زابوني وبلي لايك، تخليونا لي كومونتير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.